ما يمكنناش نلقاو انك انتقدتو. واه كاي ملي كان يمشيو دابا تقريبا كاين تريسينتي في مشينا، كاين الماء في مشينا، كاين المستوى ديال التندروس اللي كان عندنا في الطفوله ديالنا ولا عند جدودنا لا يقارن مع اليوم. كاين تجربه. الا ان كاين تقدم هذا لا يمكن انكاره. غبار عليه. المشكل هو ان هذا التقدم هذا ضعيف. ضعيف سواء في المقارنة مع الطاقة ديال البلاد او لا في المقارنة مع ما عرفته بلدان اللي كانت عندها اوضاع مماثلة الاوضاع. هو انه تطور يعني غير تراكمي. ما كتلقاش المغرب كيتكلم على انه بي انرجان، بلد صاعد. البلدان الصاعدة كنتكلموا عليها ملي كتكون واحد المجموعة ديال الشروط من ضمنها نمو متواتر اللي كيكون أكثر من 6% سنويا لمدة على الأقل 10-15 سنة، شيء اللي معمر المغرب ما شهدوا في هذه المرحلة. هذه هو أنه يكون مستدام و تلقائي من الذات. اور حنايا كنشوفوا الوتيره ديال النمو عندنا اما مرتبطه بالشتاء، نهار كتكون عندنا واحد السنه مخيره، خصوصا هي كانت السنه اللي قبل منها مفلسه بالجفاف، كيمكن لنا نوصلوا حتى 10%، ولكن السنه اللي كيكون فيها الجفاف كنعاود ثاني ننزلوا احيانا حتى -7% ولا شي حاجه بحال هكا. هو غير عادل كما شرحنا دابا عاد نجم. دونك في هذه ما غنقولش بانه متطرف، انا غنتفق معاه. الكلام على الفقر كيطرح مشكل ديال التعريف، وها هو دابا عاد نجيب وضح لنا كيفاش ان نفس الاوضاع كيمكن لنا نقراوها بعين اللي غادي تقول لنا ودي راه الفقر نزل 1.2% عندنا في المغرب، وغادي نقراوها بنفس الارقام او بارقام نفس المؤسسه اللي غادي تقول لنا بانه الفقر عندنا راه وصل ل 40%. من اهم المسائل اللي كتسمح لنا اننا نضبطوا فين كيمكن لنا نلقاو مسائل ذات مصداقيه، هو ملي كنسولوا الناس على احساسهم، لان الفقر هو مساله نسبيه. المرصد الوطني للتنميه البشريه دار تقرير ماشي قديم اللي قال بانه في 2019 الارقام الرسميه كانت كتقول لنا 1.2% من الفقر، والتصريحات ديال المواطنات والمواطنين كيقولوا 45% كيحسوا براسهم فقراء. الوغ ندوز دابا هاد التطور اللي كنتكلموا عليه، واش تم بفضل جهود الدولة او رغم تلكؤ الدولة؟ كنا نتكلموا على ثلاثة ديال الروافع الرئيسية ديال هاد التقدم بالنسبة للحالة المغربية. العنصر الاهم اللي سمح ان الارقام المغربية تمشي في اتجاه نسبيا ايجابي هو تقلص الولادات. ملي مرينا من متوسط ديال 4.5 ديال الاطفال لكل امرأة في سن الانجاب الان 2.1 شوية، هذا جعل ان الحاجيات ديال النهوض بالمجتمع وبشكل خاص بالجزء من المجتمع اللي ما كيكونش في سن الانتاج يعني كتقلص بزاف، وكتجعل ان البلاد كتولي قادرة انها تواجهها بشكل ايجابي. ثاني اهم عنصر اللي كيساعد على التقليص من اثار الفقر هو تحويلات المغاربة من الخارج.
هو ان الناس اللي غاديين من اوساط فقيره اول ما كيديروه الفرنكات الاولين اللي كيتمكنوا انهم يحيدوهم من جوفهم كيصيفطوهم باش خوتهم ووالديهم يلقاو الحد الادنى باش يعيشوا. وعاد ثالث عنصر هو السياسات العموميه. هاد السياسات العموميه كنلقاو فيها مجموعه ديال العناصر اللي كاينه في الخطاب العمومي حول شنو هو المجهود اللي كديروا الدوله من اجل القضاء على الفقر. عندنا عموما جوج ديال العوائل ديال التوجهات. واحد هو مواجهه الاستعجال، هو مواجهه الاثار. كيفاش غادي تسمح لنا واحد الناس اللي في وضعيه ديال الفقر ما يموتوش من الجوع، ما يموتوش من عدم الولوج الى الصحه الى اخره. وعندنا العنصر ديال بناء طاقات من اجل التمكن من ضمان الاستقلال الذاتي ومن انتاج الخيرات اللي كيسمح للشخص والاسره انهم يوليو قادرين ان يتحرروا من الفقر. السياسات العموميه علاش كيتكلموا لنا عموما؟ كيتكلموا لنا على المجهود ديال التمويل. كيجي كيقول لك اودي الميزانيه ديال الدوله كتمثل تقريبا الثلث ديال الدخل الخام ديال البلاد، راه في المتوسط النص واحيانا اكثر من النص ديالها كيمشي للمجهود الاجتماعي، كيمشي للتعليم، كيمشي للصحه، كيمشي للسكن والمرافق من هذا القبيل. وكيقول لنا بان بجانب المجهود العمومي كاينه برامج اما اللي كديرها الدوله او اللي كتشجع عليها. من ضمن المسائل اللي غادي دير غتقول اودي احنا رحنا درنا المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي انطلقات هذه 17 عام، ولكن اللي ما شفنا منها الا مجهود ديال الماركتينغ ديال الملك. ان الملك كيخصو شنو غادي كيفاش يبان في التلفزيون كيجي يدشن كيدشنوا بنايات اللي مفروض انها موجهه لانشطه اجتماعيه وتنمويه، ولكن الاغلبيه الساحقه ديال هذه البنايات هذه الان شاغره وجالسه كتنش الدبان، لان البنايه كانت مهمه اما تشغيل يعني ان يكونوا فيها منشطين ويكونوا فيها انفتاح المجتمع اللي يجي يعبأ ويكون فيها امكانيات ديال التشغيل من الاستهلاك العادي وكذا، هذا الشيء كله تقريبا غايب. بجانب هذا كتقول لنا الدوله بانها شجعات المنظومه ديال القروض الصغرى اللي كان شي وقت يعني ومازال ربما المغرب كيتعتبر رائد فيها بالنسبه للمنطقه، ولكن يمكننا نعتبره عموما بان المنظومه ديال القروض الصغرى كتساعد على التسكين ديال الفقر اكثر مما كتساعد على الخروج منه. الار غادي كنظن بانه نجيب تكلم على الاساسي في المعطيات اللي كتسمح لنا اننا نناقشوا هذه السياسات. اللي بقى هو ما هو منطق الدولة في مواجهة الفقر. أهم منطق هو هذاك اللي كيقولوا المنطق ديال يعني نظرية التدفق. أودي ساعدوا الناس باش يكون عندهم ثروات ورساميل، راهم غادي يديروا منشآت اقتصادية، غادي يشغلوا عباد الله، غادي يروجوا الدخل، وغادي هكذا يكون تدفق ديال الخيرات من الفوق لتحت. هاد النظريه تقريبا كلشي تخلى عليها. جو بايدن هادي سنه
قال اودي هذه هضره خاويه، وقالها بعباره ديال شويه زنقاويه اكثر من هكا. دونك كيبقى ان الارقام اللي قدمها لنا نجيب كتقول اودي اتونسيون، راه داكشي اللي كاين جو المغرب كله عيان، حتى الخموس اللي عنده اكبر دخل في البلاد راه كيشدو 5300 درهم، 5300 درهم للفرد. دابا ملي كتشوف اسره متوسطه ديال يعني جوج ديال الموظفين ايشيل 10 ولا 11، وكتشوف داكشي اللي كيصرفوه في المدن الكبرى، كتحس بان طبيعي انه يكون البعض منهم كيقول لك انا كنحس براسي فقير، رغم انه كينتمي لهاد 20%. دونك محتاجين ان يوقع نمو اقتصادي حقيقي باش نخرجوا بعدا من هاد الغياب ديال الخيرات اللي قادره انها تستجب للحاجيات الحقيقيه ديال اوسع الفئات المجتمعيه. وهذا كيصاحبوا الضروره ديال خلق مناصب شغل باعداد هائله، وتحويل مناصب الشغل القائمه الى شغل لائق. كيخصنا نعرفوا بان حوالي 27 مليون ديال المواطنات والمواطنين اللي واصلين الان لسن الشغل، راه تقريبا 40% اللي عندهم منصب شغل حاليا. يعني 6 من 10 ديال الناس اللي هما في سن الشغل، حتى كاع الى حيدنا الناس اللي عندهم وضعيه ديال اعاقه ولا دراسه ولا شي حاجه بحال هكا، راه كنبقاو تقريبا واحد من جوج ما عندوش منصب. وهذا الواحد من جوج اساسا النساء، النساء قل من 20% كيتعتبروا نشيطات، اي انهم اما خدامين واحد 15 وشويه في المئه، او لا كيقولوا بان كيبحثوا على شغل وما لاقيينوش قريب 5%. يعني اننا 80% من القدرات ديال المجتمع النسائيه معطله على انتاج الثروه في السوق ولا اللي عندها مقابل مالي. طبعا راه في الاغلبيه الساحقه فيهم خدامين في ديورهم كيساعدوا في الفلاحه ولا كذا، ولكن ما عندهمش شي حاجه. دونك ملي كنرجعوا لمناصب الشغل القائمه كنلقاو بان من حوالي 12 مليون اللي كيتعتبروا نشيطين من هذيك 27 مليون اللي هما في سن الشغل، كاين يالله جوج ديال المليون وشويكيك اللي عندهم منصب شغل في القطاع المهيكل، يعني اللي عندهم شغل لائق اللي غادي يكون فيه عقده، اللي غادي يكون فيه استدامه، اللي غادي يكون فيه احترام ديال الحد الادنى للاجور والضمانات الاجتماعيه وغيره. 80% كما كيقول المساوي خارج هذا الشيء. وهذيك جوج ديال المليون الربع فيها ما بين الجيش والبوليس والجدارميه. يعني ان ملي كتجي تشوف القدره الانتاجيه ديال البلاد فين محطوطه، شكون اللي كينتج، كتلقى تحيد قريب مليون ديال الموظفين اللي كيساعدوا على الانتاج او اللي كيساعدوا على الامن، وكيبقى لك واحد المليون و200 اللي كاينين في القطاع الخاص المهيكل. الار كاين قلت النمو الاقتصادي، كاين خلق مناصب الشغل اللائق، كاين تقليص الفوارق الاجتماعيه، تكلم عليها نجيب بما يكفي، تقليص الفوارق الاجتماعيه والادماج. وهذا الشيء كله ما يمكن له يكون الا لما كتكون الدوله ديال الاراده ديال المواطنين والمواطنات، الدوله ديال المؤسسات، والدوله ديال الحريات والشفافيه. بدون هذا الشيء كنلقاو شنو هي الاولويات اللي عندنا في بلادنا. عندنا الجيش، عندنا الامن، عندنا الصحراء، عندنا رجال المخزن،
عندنا الاستثمار بالبذخ وعندنا الارشاء والري. إذن هذا الشيء مستحيل انه يخلق الشروط باش نخلقوا واحد ديناميه مجتمعيه واقتصاديه اللي غادي توصلنا اننا نقضيو على الفقر من جذوره. اللي عندنا الان هو شويه ديال المسكنات، غادي كنحسوا بان القطاع الفلاني غادي يخلق لنا متاعب، نجيو نعطيوه واحد نرشوا عليه شي شويه احسن من غيره. اما التنميه العادله فالسياسات العموميه بعيده عليها، وزاد يعني ما عمرها انا في تقديري ما كانت ابعد من اليوم، لان اليوم ولات لاول مره الملك كيتم التوريد ديالو شخصيا في قرار ديال انه وحدين كيشفروا من الجياب ديال عباد الله، واللي كدينهم هيئه اللي عندها صلاحيات قضائيه اللي كتقول هادو راهم شفروا 17 مليار عباد الله، كيقول لك لا لا راه كاين شي وقع شي مشكل، شي واحد من هذيك الهيئه قال لنا بان داك الشيء ما داش مزيان، ووقفوا القرار من جويليه 2020 الى اليوم والقضيه معلقه وحنايا كنتسناو. واش غادي قال لك حقا خصنا نبدلوا القانون، وكان الى شي قانون شي نهار طبق بشكل خاطئ كنوليو حنايا نلغيو الاحكام اللي دار بهذاك القانون. هذا يعني خروج مطلق عن دولة القانون، عن دولة المؤسسات، عن المسؤولية، عن المحاسبة، ودولة اللي كتسمح لنفسها انها يكون فيها هذا النوع ديال السلوك هي دولة اللي ما يمكن لها الا تزيد تورطنا في المشاكل الاقتصادية والاجتماعية. مرينا من مراحل كما كاع الدول اللي كتكون فيها ظروف قاسية، هاد العامين هادي ديال الكوفيد، ديال الحرب ديال اوكرانيا، ديال الغلاء العالمي، ديال المشاكل ديال النقل والملاحه وكذا، ما كاينش شي حد اللي غادي يقول اودي حنايا ما كنقبلوش انك تكون مراحل ديال زياره السلطه. المشكل ماشي في هذا، المشكل هو ان كتستعد لمراحل ديال زياره السلطه بانك كتبني القدرات من قبل. حنا مثلا مرينا من سنوات هائلة ما بين 97 و 2007 كانت تقريبا كاع المؤشرات غادي عندنا مزيان، الظرف العالمي ملائم، الاستثمار الاجنبي، التحويلات كذا، كل شيء مفركس. شنو درنا بداك الشيء في هذه المرحلة هي؟ بقينا يعني قبيلة كتقول لي خديجة تي جي في شوفوا اليوم شحال ديال الاستثمارات اللي كاينة واللي كترقد، شوفوا شحال من مسرح ضخم اللي كنديروه، حنا ما كنقدوش نعمروا المسارح الصغرى اللي عندنا في المدن ديالنا. شوفوا يعني داك الشيء ديال الاستثمار ديال الابهة، شحال غادي نديروا من مطار دولي، وشحال غادي نديروا من ميناء دولي، وشحال غادي نديروا من طرق السياره وكذا. هذا الشيء ماشي ما مزيانش في المطلق، هذا الشيء فقط كتم فيه مفاضلات. اشنو غادي يجيب لي هذا الاستثمار هذا، واشنو غادي يجيب لي نفس الشيء الا مشيت سمحت انه يتوجه للقطاعات الانتاجيه اللي عندها اكبر استعمال اليد العامله، واللي عندها اكبر ديمومه، واللي عندها اكبر مردوديه انتاجيه. اننا نستمروا بهذه الطريقه هذه، يجي يقول لنا احنا درنا 245 مليار ديال الاستثمار العمومي المبرمج في هذه السنه، وكنشوفوا كيقروا والعالم كله كيقول بان المغرب من افلس الدول من حيث المقارنه ما بين نسبه الادخار، نسبه الاستثمار من جهه، ونسبه النمو الاقتصادي من جهه ثانيه. علاش؟ لان ملي كتجي تقلب في هذيك الاستثمارات كتلقاها مشات في هذا الخوار الخاوي، كتلقاها مشات في الطيارات، كتلقاها مشات في ارشاء الفرنسيس باش تي جي في باش يعيدونا في قضية الصحراء، وفي نفس الوقت خارقين أو لا مساهمين، ماشي خارقين بوحدنا، ولكن طبعا الجيران تاعهم كل واحد عنده حظه من المسؤولية، ولكن الوضعية اللي حنايا فيها ديال بلد اللي متقوقع على ذاته، اللي منغلق، اللي عنده
مشكل في الصحراء وعنده مشكل مع الجزائر وكل نهار كيكون عنده مشكل ها هو مع السويد ها هو مع هولندا ها هو مع فرنسا ها هو مع المانيا ها هو مع اسبانيا ما يمكنش وكيزيد يكمل بالخطاب الملكي المقر الاخير اللي كيقول لك حنا من الان فصاعدا ما المحك الوحيد ديالنا هو الصحراء اللي قال شي حاجه اللي ما تعندناش الصحراء ما عندنا ما نديرو معاه الاولويات كيخصها تناقش وطنيا واش باغي نديرو الاولويه هي التنميه واش باغي نديرو الاولويه هي محاربه الفقر واش باغي نديرو الاولويه هي المساواه ما بين الجهات واش باغي نديرو الاولويه هي المواجهه مع الجزائر هذه خيارات كنظن بان المجتمع المدني المغربي مطلوب منه انه يدخل في هذا النقاش ويخرج من المنطق ديال الدستور القائم اللي كيقول بان كل شيء كيمكن له يتناقش من طرف المنتخبين وكل شيء كيمكن تدبره الحكومه الا التوجهات الاستراتيجيه يعني لعبوا نتوما في الصرف ولكن الاساسي راه غادي يقرروا واحد السيد علاش لانه ولد بواه ولان بواه ولد بواه ولان بواه ولد بواه هذا الحكم بلا جينيتيك على القرار السياسي كان مقبول في القرون الوسطى كان مقبول في الجاهليه اليوم اصبح هراء مطلق واصبح مطلوب منا اننا نربطوا ما بين المعالجه ديال القضايا الاجتماعيه وتوفير الاليات السياسيه والمؤسسيه اللي كتسمح اننا نعرفوا شنو كنديروا ونتناقشوا عليه ونتحاسبوا عليه شكرا